السن 33 سنة. بداية الموهبة ديالك في الأحياء كما جميع اللاعبين اللي دازوا في الأحياء منذ الصغر وغيره؟ منذ الصغر. الأحلام ديالك مع الفريق ديالك أو لا مع أحلامك الخاصة؟ أحلام ديالي الطموح ديالي هو الفوز بلقب الدوري إن شاء الله. والرأي ديالك في الفريق اللي كتلعب فيه فريق رجاء البيضاوي؟ فريق تنظن هو أحسن فريق اللي موجود حاليا في الدوري المغربي. إذا وجدت نفسك مع الفريق؟ طبيعة الحال وجدته من أول موسم. كاين شي فريق كتحلم تلعب معاه خارج أرض الوطن ولا مش حاليا ما كاين حتى شي فريق، ولكن الدين ديالي كامل مصب على فريق الرجاء البيضاوي ما فريق الرجاء. كتمنى تلعب في المنتخب هذه بطبيعة الحال؟ ما رأيك في اللاعبين الأفارقة اللي كيمارسوا في البطولة الوطنية؟ المستوى يعني ديالهم احسن من السنة اللي ظهرت. فاللاعبين الأفارقة تنظن هما اللي كاينين موجودين حاليا في فريق الوداد وفريق الرجاء البيضاوي. كلمة أخيرة؟ الكلمة أخيرة تنشكر لهذه الجريدة هذه وتنتمنى لها إن شاء الله مزيد من العطاء. جريدة سبدا بريس هي كترحب بك وكتشكرك، وشكرا على اللقاء.